السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديجي، حيث جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائية، ومعكم أسعد الوضعية الناشئة حول أهمية الماء. نبدأ. نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ومن أعظمها الماء. الماء هو أساس الحياة على الكرة الأرضية، ويغطي 3/4 مساحتها، وهو والغذاء والهواء سواء هذه السائل العجيب العديم اللون والطعم. أصل الكائنات منافعه عديدة، فبه تحيا الأرض بكل ما فيها من إنسان ونبات وحيوانات، وبها نطهر ونغتسل لنعبد الله ونستخدمه في جميع المجالات. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا تعقلون. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.